Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir voir des calculs classiques sur les fractions. Les fractions font بزاف ديال العلاقات. الفيديو الاول كيخص العلاقات كاملين اللي على الفراكسيون. ركز معايا مزيان. العلاقه الاولى هي ملي يكون عندي واحد الفراكسيون غنضربها بواحد الفراكسيون يعني ملتيبليكاسيون. بروميير كالكول هو ملتيبليكاسيون. ديجا في الفيديو اللي فاتت شفنا واحد القسمه مقسومه على القسمه يعني شفناها لا ديفيزيون. من بعدها شفنا لاديسيون بوي شفنا لا سوستراكسيون بيناتهم ملي يكون عندهم ميم دينوميناتور ولا ملي يكونش عندهم ميم دينوميناتور كيفاش كنوحدو المقام بزاف ديال الحوايج هادشي شفناها في الفيديو الاول. دابا غتركزو معايا مزيان في واحد السؤال اللي هاد السؤال هذا اللي موراه هو اللي كيميز شكون هو التلميذ اللي فاهم لي فراكسيون مزيان وما بين التلميذ اللي غير فاهم غتشوف ليه المقام ديال الخامس وليه المقام. إذا ملي تفرج في الفيديو مزيان وتفهم الدرس مزيان حاول أنك تخرج هذا التمرين هذا اللي حطيت لك هنايا وصيفطوا لي في الرقم ديال الواتساب اللي ظاهر هنايا أولا في الحساب انستغرام اللي غيظهر لك هنا اللي غنجاوبك فيه بسرعة. ركز معايا مزيان، ركز معايا مزيان وبعد تشوف، ركز معايا مزيان، ملي كتكون عندي مثلا واحد العدد كسري يساوي واحد العدد كسري، ركز معايا مزيان، واحد العدد كسري يساوي واحد العدد كسري، بي يساوي أ دي نومبر. اكس عدد مجهول. دونك ملي يكون عندي انا واحد العدد كسري كيساوي واحد العدد كسري دونك هذه اكس هذه هي المجهوله هي اللي خاصاني هذا ما خاصنيش هذا ما خاصنيش هذا ما خاصنيش. دونك ملي يكون خاصني انا هذا كندير اكس تساوي كنضرب هذا في هذا ركز معايا هذا في هذا دونك هذا هو اللي خاصني كنمشي نضرب هذا في هذا هاي ا فوا بي ا فوا كنقسم على اس غنعاود مثال اخر مثلا ا سي بي يساوي x سور c إن a فيها c أعداد و x خاصاني دونك x خاصاني x خاصاني كنمشي هاد كنمشي هاد الأعداد ديال الحمر هاد الأعداد ديال صافي الحمر كنقول كنضربهم غادياتهم دونك a فوا c مقسومة على هاد الأعداد اللي شاهدنا مزيان نمشيو نديرو مثال آخر مثلا x هنا a يساوي b سور c كنقول خاصني هاد x هادي اللي هنا شنو غندير دونك خاصني هاد نمشي كنضرب لك من صافين بحال ما هكا دونك اكس تساوي كنضرب لك ا فوا سي مقسومة على بي سهلة بزاف بزاف ولكن اش نشوفو كيفاش غتحط لي في الامتحان وكيفاش غيتحطو لي الامثلة ديالي. أما واحد ربعة ديال الأمثلة مثال الأول دونك هنا 3 4 موان 2 اعداد لي نون غير حقيقيه و اكس واحد العدد مجهول عدد مجهول دونك خاصني انا هاد اكس دونك ملي كتخصني انا هاد اكس هاد خاصني واحد العدد هنا اشنو غنمشي ندير غنمشي نضرب هادو لي هنا هادو لي كاينين بحال هكا خاصني هاد العدد لي هنا غنمشي نضرب هادو لي هنا خاصني هاد العدد لي هنا غنمشي نضرب هاد العدد لي هنا المهم دابا خاصني ندير اكس هاد اكس هاد هاد ركز معايا مزيان 3 فوا موان 2 هاد الكتابة اللي كتبت بحال هكا هاد اللي كتبتو هادي خاطئة علاش؟ حيت فيه ناقص ما خصكش دير بحال هكا دونك هادي كتبتها اونتر بارونتيز دونك 3 ناقص 2 هاي دونك شنو هي هاد الرقم نقسمو لها تو سامبلون اكس تساوي 3 ناقص 2 وهذا راه 2 في 2 تخلي 2 مع 2 تبقى ليا ناقص 3 على 2 اشنو درت هنايا؟ فككت هنا فيا ما ندير ناقص 2 3 هي ناقص 6 ناقص 9 4 وعدد كبير لا الا خص يخرج ليا واحد الفراكسيون شنو كيدير الريدكشن كيفاش الريدكشن ما بقاش عنده الحق كيتختازل ناقص 3 على 2 صافي ما بقاش انها تختازل غير كتسمى الريدكشن هذا الريدكشن دونك هذه الطريقه اللي مشينا بها هنايا اش نشوف هنا 3 2 ناقص 2 6 خاصني اكس اذا ملي كتخصني انا اكس خاصني هذا العدد هنا ما بقاش نغير لينا دونك 3 6 على ناقص 2 مزيان على اكس يساوي نفكر 6
سيري خصك خارج ثلاثة ستة في ديالها وثلاثة في جوج ديكومبوزي اللي اسمها ديكومبوزي هي فبي دونك هاني في بيكتر ستة هنا عندي رقم صغيرة هادشي هي جوج مع جوج غتبقى ليا اكس كتساوي ثلاثة في ثلاثة هي تسعود وتبقى ليا واحد ناقص ثلاثة ناقص واحد دونك اكس كتساوي ناقص سبعة ناقص معايا في هاد العدد مزيان ناقص معايا في هاد العدد مزيان هنا مشات ليا جوج مع جوج ثلاثة في ثلاثة هي تسعود ما بقى واحد هنا في الدار ناقص واحد دابا ركز معايا هاد ناقص ناقص من هنا نقدر نجيبها هنا نقدر نجيبها هنا غادي يكون عندي واحد الماركة ناقص إلا حطيت هنا هذا كيتسمى عدد سالب إلا حطيت هنا هذا كيتسمى نيجاتيف حطيت هنا كيتسمى نيجاتيف يعني أنا حطيت هنا ولا هنا ولا هنا ماشي موجود نمشيو دابا لهذا هذا شنو غادي يولي سميتو غاتولي سميتو ناقص تسعود ناقص دونك اكس كتساوي ناقص 9 نفس العرض ديال الاولى نفس العرض ديال الاولى الا ما فهمتيش شي حاجه في هادو قول لي دونك شنو عندي هنا عندي ناقص 5 على 6 3 على اكس زائد 1 اذا انا فين ولي خاصني واش خاصني هذا هذا النيميراتور ديال هذا الدينوميناتور ديال هذا النيميراتور ديال هذا كان كيتسمى الدينوميناتور ديال هذا فين ولي خاصني خاصني الدينوميناتور ديال هذا اكس زائد 1 مين خاصني تساوي دونك خصني انا هذا نمشي دابا هذا 6 3 سبعة ناقص مزيان اكس زائد 1 تساوي 6 في 3 ناقص 5 هاد زائد 1 قرينا على كيفاش نكتب المعادلات ملي كتكون عندي معادلة اكس زائد شي حاجة هذا ملي كتحول من بلاصة لبلاصة كتبدل لي الإشارة دونك كتكون عندي اكس ناقص زائد 1 يولي ناقص 1 6 في 3 هي 18 18 ناقص 5 زائد زائد واحد يولي ناقص واحد هادي واحد دار ناقص كنعرف من واحد الناقص ملي كنبين ديال ما ما ديرو من هذا هذا كيتسمى اونتياج ناتشيرال كنزيد ليه واحد ديرو من هذا كنزيد ليه ديرو من هذا هو بس ليه ديرو من هذا باش واحد ديال الناقص شنو كندير كنضرب ناقص 5 في هاد واحد وكنضرب هذا في هذا وهذا في هذا دونك باش ندير ماث ماث اون ديرو من هذا شرحت في الفيديو اللي فات ولكن باش نشرح دونك حاضر دونك هادي ما تشرحنا مزيان وما تشرحناش على راسك غير وقف هذا الفيديو هذا وسير خرج هذه الراس عاد جيت شوف هذا الصح ديالك دونك انا شنو عندي هذا نيميراتور هذا دينوميناتور هذا نيميراتور وهذا دينوميناتور شنو اللي خاصني خاصني هذا هي الاكس ناقص 0.5 هي اللي خاصني تساوي الى قسمي هذا راه خصني نضرب هذا 3 5 وما نقصش مزيان اكس ناقص 0.5 تساوي 3 في 5 هي 15 ناقص 2 نفس الحاجة ناقص 0.5 عندها إشارة سالبة ما تحوليش لإشارة موجبة إكس يساوي 15 ناقص 2 تساوي 0.5 ديال لي لايك بغيت بزاف ديال لي كومونتير بغيتكم بغيت لي بارطاج بغيت بزاف ديال الحوايج باش نعرف باش واش الناس عجبهم هذا البرنامج هذا ولا لا هذا البرنامج غادي يكونوا فيه 20 حلقة 20 حلقة من هنا لشهر 9 ان شاء الله غادي نحط الحلقات كاملين نصور الحلقات كاملين الحلقات كاملين يعني من ا حتى زد يكفي انني نشوف التفاعل ونحط لكم في الفيديو نحطهم لكم كاملين دونك السلام عليكم كان هذا غير تقديم للبرنامج ديالي دونك السلام عليكم الله يعاونكم نتلاقاو في الفيديو الجاي.